السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات. تكملة لحلقات وموضوع اليمن، اليوم نكمل الحلقة السابقة. توقفنا عند تاريخ اليمن، وطبعا لم نستطع أن ننهي تاريخ اليمن لأنه تاريخ طويل، ولكن مررنا عليه سريعا. نكمل اليوم في تاريخ اليمن مرة أخرى، فأهلا وسهلا بكم. ما بين سنة 685 إلى عام 700 قبل الميلاد، قام المكرب كبرائيل وتر الأول بتغيير لقبه من مكرب إلى ملك، وشن حملات واسعة وخلد انتصاراته ومعاركه في كتابة تركها بمدينة صرواح عاصمة السبائيين الدينية، وجمع الممالك الأربعة وكل من الإمارات الصغيرة تحت حكمه عقب حملات عسكرية خلفت 39,000 قتيل و73,000 أسير. أقام السبائيون مستعمرات تجارية لهم في مواضع متعددة من شبه الجزيرة العربية، أبرزها مملكة كندا في نجد، ومستعمرة في إكسوم بشمال إثيوبيا، ونقلوا نظام كتاباتهم القديم إلى تلك المناطق. وفي القرن الرابع قبل الميلاد، انتقل الملك في سبأ لأبناء همدان بقيادة الملك وهبئيل يحز، وكان الهمدانيون سادة المرتفعات الشمالية الغربية، وقد ظهروا في فترة مضطربة ومربكة في تاريخ مملكة سبأ واليمن القديم بشكل عام، وحاولوا أيضا فرض تقديس إلههم تأب ريام على باقي القبائل. أما في القرن الثالث فتحالفت ممالك حضرموت ومعين وقتبان واستقلوا عن مملكة سبأ، وتبادلت الممالك الأربعة موازيين القوى لفترة وسيطرت معين، وكان ذلك على الطرق التجارية، وأقاموا مستعمرة لهم في ديدان، وسيطرت مملكة قتبان على حضرموت في عام 230 قبل الميلاد. على أواخر القرن الثاني قبل الميلاد ضعفت مملكة سبأ، واقتصر سلطانهم على مأرب وصنعاء، واستعرت الفوضى بين مملكة سبأ ومملكة حضرموت ومملكة قتبان، كل يقاتل لأجل الصدارة. فاستعادت مملكة سبأ هيمنتها على مملكة معين، وأحرقت مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان، وقدها ملك سبأ إيدي شرح يحطب جل فترة حكمه يخمد التمردات التي كانت تحدث. وبحلول عام 25 قبل الميلاد، كان السبئيون القوى المهيمنة على جنوب شبه الجزيرة العربية من جديد. وفي عام 25 قبل الميلاد أرسل الإمبراطور أغسطس قيصر حملة عسكرية بقيادة حاكم مصر الروماني إيليوس غالوس، وامتلك الرومان معلومات جغرافية وسياسية ضئيلة ومتناقضة عن اليمن، فأبيد الجيش الروماني من 10,000 مقاتل أمام أسوار مأرب، وانسحب غالوس وصديقه سترابو إلى الإسكندرية، وأعدم ديليهيم النبطي بتهمة الخيانة، ولم تكشف كتابات بخط المسند عن الحملة الرومانية بعد. وعقب الحملة الرومانية ادعت عدة فصائل حقها في الملك مثل همدان وحمير تحديدا، فكان هناك ثلاث زعماء يلقبون أنفسهم بلقب ملك سبأ وذو ريدان. تمكن الحميريين من السيطرة على صنعاء عام 100 بعد الميلاد لمدة 80 سنة، حتى طردهم أقيال من حشاد عام 180، واستمرت المعارك القبلية الصغيرة بين الفريقين حتى تمكن الحميريين بقيادة شمر يهرش عن القضاء على كل الإقطاعيات، ودخلت البلاد مرحلة الحكم المطلق للحميريين، واتخذوا من ظفار يريم عاصمة لمملكتهم، وألغوا النظام الاتحادي الذي كان سائدا أيام دولة السبائيين. ذلك لأن النصوص المكتشفة أيام السبائيين تظهر أن زعماء قبائل وإقطاعيات واسعة
كانوا يشيرون لأنفسهم بملوك كذلك، واقتصرت علاقاتهم بمئرب على دفع الضرائب السنوية، فاختتفت الألقاب الملكية لتقتصر على أذواق ريدان. فكان الحميريين أول من عين حاكما للمقاطعات في تاريخ اليمن القديم، وسموهم جبات الملك. واعتبار ظفار يريم عاصمة لم يقلل من أهمية مأرب عند الحميريين، بل استمروا بتقديم القرابين والأضحية في المعبد الرئيسي بمأرب، ومرد ذلك كان رغبة الحميريين باستمرارية التقاليد الموروثة وإضفاء شرعية لملكهم أمام السكان. واتخذ الحميريين من العام 115 قبل الميلاد مبدأ لتقويمهم، وقاموا بتوحيد آلهة الممالك واعتبار رحمًا إله الأرض والسماء والأوحد. شهدت البلاد مرحلة من الفوضى عقب وفاة شمر، وذلك أن عدة بيوت حميرية ادعت حقها في الملك، إلى أن استعاد ذمار علي يهبر السيطرة ليكون جد سلالة قوية من الحميريين هيمنت على اليمن وباقي شبه الجزيرة العربية لما يزيد عن 250 سنة. بدأ الروم بمحاولة نشر المسيحية في اليمن قرابة القرن الرابع الميلادي، فأرسل الإمبراطور قسطنطيوس الثاني بعثة بقيادة فيفيليوس الهندي لتنصير الحميريين، ولكن وفقا لفيستور غيوس فإن البعثة تعرضت لعرقلة من يهود محليين، واكتشفت عدة كتابات بخط المسند والعبرية تشير إلى رحمن وإسرائيل وإقيال يهود، ولكن وفقا للبعثة المسيحية فإنهم تمكنوا من تنصير نجران والمخا وظفار يريم وبناء 3 كنائس في هذه المدن. كان الملك شرحبيل يعفر الذي توفي عام 465 آخر ملوك حمير من سلالة ذمار علي يهبر، ليخلفه الملك شرحبيل يكف الذي يعتبر مؤسس سلسلة جديدة من الحميريين. وبحلول عام 516 وهو القرن السادس أصبحت فيه مملكة حمير منقسمة على نفسها على طول الخطوط الدينية، وصراع مرير بين فصائل عديدة مهد الطريق لتدخل من مملكة أكسوم المسيحية، إذ يتضح وقوع صراع ما على السلطة بدلالة اكتشاف كتابات لشخصين متحاربين كلاهما يلقب نفسه بلقب الملكي للحميريين. كان الملك معدكرب يعفر آخر ملوك حمير الشرعيين، وكان مسيحيا، وتعاون مع مملكة أكسوم ضد أعدائه من اليهود الحميريين، وشن حملة عسكرية بإعاز من بيزنطة ضد المناذرة بمساعدة من قبائل عربية مسيحية مرتبطة ببيزنطة. كان المناذرة بجنوبي بلاد الرافدين متراسا للإمبراطورية الساسانية الفارسية، والتي كانت غير متسامحة مع دين تبشيري كالمسيحية. ظهر يوسف أسقر، وكان أحد الأذواء اليهود الذين ظهروا في نفس الفترة المضطربة، وبظهور يوسف كانت المملكة الحميرية قد سقطت على أرض الواقع. وكان المسيحيون في اليمن قد ارتكبوا عمليات قمع ممنهجة ضد اليهود، وأحرقوا العديد من المعابد اليهودية عبر البلاد، فانتقم يوسف اليهود بقدر كبير من القسوة، وأشهر وقائعه كانت في نجران، وشن حملات على الطول الساحل الغربي في تهامة حتى وصل باب المندب، ذلك ليعيق وصول الإمدادات للمسيحيين في اليمن من مملكة أكسوم على الضفة المقابلة، إذ كان المسيحيين في نجران طابورا خامسا لمملكة أكسوم. وقتل المسيحيين بتلك الصورة برر تدخل بيزنطة ودعمها لأكسوم، وتمكن الأسطول البيزنطي من هزيمة يوسف أسقر أو ذو النواس الحميري، وكان ذلك عام ما بين عام 525 حتى عام 527 للميلاد.
وعين شومين في أشوع حاكما على البلاد، وقاموا بإعادة إعمار كل الكنائس التي هدمها ذو النواس، منها 3 كنائس جديدة في نجران وحدها. وقتل شومفيع أشوع من قبل أبرهة بعد 5 سنوات، وأعلن نفسه ملكا مستقلا على حمير أو حمير، وأعاد استخدام اللقب الملكي للحميريين، وشن أبرهة حملة واسعة على الحجاز وفقا لكتابات بخط مسند دونها بنفسه وكتابات البيزنطيين. ويذكر القرآن أن طير أبابيل هزمته. بقيت البلاد على ما هي عليه من الاضطراب حتى بعد عودة الحميريين بقيادة شخصية شبه أسطورية تدعى سيف بن دي يزن. وفقا لمصادر متأخرة فلم يعد لحمير سلطان على أحد، وبقيت القبائل مستقلة عن أي حكومة حتى الإسلام. ذكرت المصادر البيزنطية المعاصرة لتلك الفترة أن الإمبراطورية الفارسية استولت على عدن، ومعظم المناطق كان خاضعا لزعماء محليين باستثناء عدن وصنعاء. وتعتبر تلك الفترة نهاية الحضارة اليمنية القديمة، إذ لم يعثر الباحثون على كتابة واحدة أو شاهد بالمسند عن هذه الفترة من تاريخ اليمن. نتوقف الآن ونكمل في حلقة جديدة قريبا إن شاء الله تعالى، لندخل ونتطرق أكثر في العصور الوسطى لليمن. فإلى اللقاء.